صباح الخير، كيف حالكم؟ معكم كوتش نواف من جلوري جيم، كوتش هشام. اليوم راح نعطيكم تمارين متنوعة للجزء الأوسط من الجسم والأبر بادي أو الجزء العلوي من الجسم. تمارين سهلة بتعملها في أي مكان، سواء في المنزل أو في الجيم، وطبعا بتحرق سعرات حرارية كثير وراح تفيدكم على المدى الطويل. راح نبدأ طبعا أول شيء بالإحماء أو الورم أب، نرفع نبضات القلب ونرفع حرارة الجسم بشكل عام. تمام، نعمل أول شيء هرولة، واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد. طيب نعمل هلا شوي بس إحمال الأبر بادي، نعمل دوران في الكتف للوراء للخلف. طبعا في الأجواء الباردة لازم واحد يحمي كثير منيح، معدل الإصابات بيزيد. أوفر هيد بريس شوي شوي، حطي على كتافي زي هيك كوتش، نعمل دوائر ولورا. تمام، أول تمرين رح نبدأ فيه هو تمرين البلان. أنا رح أعطيكم الإيزي أوبشن أو البيجينر، والكوتش هشام رح يعطيكم الأدفانس ألترناتيف أو أوبشن. تمام، أول تمرين رح يكون عندي بلانك لتقوية عضلات البطن بشكل أساسي، وطبعا هو فول بادي ورك أوت أو إكسرسايز بس برايمرلي أو مينلي للبطن. تمام، تفضل كوتش فرجيهم الأدفانس فرونت بلانك، بلانك عادي. الإيزي أوبشن عروكبي بهذا الشكل، طبعا أهم إشي يكون عند استقامة في الظهر، الكتاف مع الحوض على استقامة واحدة، وفي حالة كوتش هشام الركبة كمان معهم تضاف، كله على استقامة واحدة. 30 ثانية 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. طيب ثاني تمرين برضو لعضلات البطن، بس راح يكون بشكل اساسي لعضلات البطن الجانبيه. تمام، نفس الاشي انا راح اعطيكم الخيار الاسهل والكوتش هشام الخيار الاصعب. فرجيني كوتش هشام سايد بلان، طبعا زي ما انتم شايفين كل شيء على استقامه واحده وظهري مستقيم، احافظ على استقامه الظهر. انا راح اعطيكم الايش الخيار الاسهل. تمام، طبعا نفس النقاط التدريبيه او الكوتشنج بوينتس اللي حكيتها كوتش هشام راح تطبق علي، باستثناء انه انا قصرت المسافه بين الهاي فصار التمرين اسهل. تمام، برضو 30 ثانيه راح اعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تمام، اهم شيء طبعا راسي يكون برضو كمان على موازاه مع جسمي، ما اعمل راسي زي هيك، كل شيء على استقامه واثبت بهذا الشكل، احافظ على استقامه ظهري. تمام، ثالث تمرين رح نعمل اللي هو تمرين البوش اب. التمرين هذا اساسا برضه لتقويه عضلات الصدر. اهم شيء بعمل التمرين انه كواعي يكون داخلين لجوا مش لبرا، عشان اقدر افعل عضلات الصدر بشكل فعال وامن. تمام، برجيني كوتش الخيار الاصعب، بعمل 10 تكرارات اول الفشل العضلي، بس تتعب بتوقف، بس اهم شيء احافظ على الفورم. تمام، 4 5. الخيار الاسهل اللي راح ازودكم فيه راح يكون بهذا الشكل، ركبي بنزل وبطلع بنزل وبطلع 10 تكرارات 3 4 5 6 7 8 9 10. طيب هلا رح ننتقل لتمرين اسمه الماونتن كلايمبر او تسلق الجبال في العربي،
تمرين هبدو اساسا برضه بيرفع نبضات القلب كثير بشكل كثير فعال ومناسب جدا لحرق الدهون والبناء العضلي كمان للبطن بالذات. طيب كوتش هشام راح اعطيكم الايزي اوبشن وانا الادفانس مره ثانيه، الاثنين مناح بس كل واحد حسب مستواه بيختار التمرين. كوتش والله برجين الايزي اوبشن ماونتن كلايمبر طبعا بهذا الشكل، ايقاع حركي بطيء زي ما انتم شايفين. طب انا هلا بدي ارجيكم الادفانس اوبشن اذا تحدى حالك اكثر بهذا الشكل. لمده 30 ثانيه ظهري مستقيم تمام، شاد عضلات بطني ما برخي ظهري تمام. طبعا بتمنى تكونوا استفدتوا اليوم بتمارين انا وكوتش هشام. زي ما حكينا اهم شيء التكنيك والهيلثي لايف ستايل لازم يكون جزء من حياتكم، اللي من ضمنه التمارين اللي عملناها والتغذيه والنمط الحياه الصحي بشكل عام. كان معكم كوتش نواف كوتش هشام من جلوري جيم، ويعطيكم العافيه.